ميلر طبعا انت لعبت في الدوري السويسري، ويمكن كنا زملاء في وقت من الاوقات. برضو عايزين والناس تعرف ايه الفروقات بين الدوري السويسري والدوري المصري. يعني احنا دايما بنتطلع للافضل، ودايما بنبص ان احنا عايزين الكوره بتاعتنا والدوري بتاعنا يرتقي الى الافضل. من وجهة نظرك، لو انت خبير جاي وبتقول الدوري المصري ناقص له 1 2 3 علشان نبدا نحط رجلينا على المستوى الدولي، نبدأ منين؟ أعتقد خططيا أعتقد إحنا عندنا هنا فكر عالي خططيا في الدوري المصري. أنا بس بقرر إن إحنا عندنا مشكلة المفروض نشتغل عليها، هو التحرك بدون كورة، لأن لعيبة كرة القدم المصرية بيحبوا جدا يحتفظوا بكرة القدم وما بيحبوش يتحركوا كتير. أنت لعبت في الدوري الألماني وأنت عارف بيتحركوا إزاي، بيجروا زي المجانين من غير الكورة، وإن ليهم دور من غير الكورة زي بالكورة بالظبط. احنا هنا في مصر للاسف في لعيبه بتريح في المباراه ما بتجريش، وده شيء طبعا مش موجود دلوقتي في كره القدم الحديثه، وشيء طبعا انا دوري انا المفروض اغيره، انا كمهمتي الفتره الجايه ان اغيره مع النادي بتاعي، وبتكلم مع لعيبه كتير بقول لهم المفروض تغيروا ده من ادائكم، وده تغيير كويس تغيير نفسكم تغيير حتى في الحاله، يعني تغيير عقلي، يعني حتى الفكره نفسها وتغيير عقليه اللعيب الى حد ما، يعني الى حد ما مش هيقدر يغير طبعا كل حاجه، يبقى العمل اوتوماتيك. يعني طبعا ذهنيا اتكلمت مع اللعيبه بتاعتي وقلت لهم من فضلكم ابتدوا تفكروا بطريقه مختلفه، وده طبعا واضح ان ما بتقالش من مره واحده ممكن كل حاجه تتغير، محتاجين ندفعهم ونشتغل معاهم، نعمل تدريبات ونكرر عشان يحفظوا جمل معينه ويعملوها في الملعب، ولازم اشتغل مع اللعيبه بشكل فردي ومع الفرقه بشكل كامل، مع الفريق، مع صفوف الملعب كلها، صفوف الفريق كلها طبعا. بس اللعيب كره القدم لو عنده اراده ان هو هيحسن من ادائه هيحسن عشان خاطر نفسه، لانه في الاخر هو هيحسن من ادائه من اداء فرقته، ولازم يواكب كره القدم الحديثه. احنا لو عندنا بعض لاعبين في الفريق هم عايزين هم سعداء ان احنا اننا احسن من ادائهم، ده هيبقى حاجه هتساعدني كتير في شغلي، واعتقد هتعود بالخير على الفرقه كلها. طيب انا اتكلمت برضو معاه، واعتقد الاعداد بيحضر حاجه ممكن تبقى مفاجاه ليه، ان احنا اعتقد موسم 92 93 او 93 94 كان مستر فايلر بيلعب في ارو، وانا كنت بلعب اعتقد في نيو شاتل، فده دي صوره يعني من المباراه. اعتقد المباراه ديت خلصت 3-0، وبرده الاعداد يقول لي انا مش فاكر اصلا لعبت المباراه، ما كنتش فاكر. واضح جدا ان احنا كسبنا 3-0، احنا اللي كسبنا 3-0 مش انتم، احنا اللي هو انا نيو شاتيل ولا احنا اللي هو ارو سيكي ارو ديفنسور بس اقول له المباراه الثانيه كسبنا 3-0 وانا جبت جون. اوكي، لما تجيبوا الحاجه اللي جبت فيها الجون يا جماعه. سي نو نو زافو ماركي، بيقول هسجلنا جون دلوقتي اهو. سيكي سا سيكي سي ماركي الكساندروف اكل نمرات 14 كنت بلبس رقم 14 لابا، انا بلعب على الطرف. اوكي اطوات بلعب ناحيه اليمين، وانا 3-0 هم اللي كسبوا. 3-0 فعلا 3-0. طب ما فيش ماتش اللي احنا كسبناه ولا ايه؟ ده كويس قوي، ده ماتش ب 25 سنه، كويس ان في صوره اصلا، في لقطات موجوده لغايه دلوقتي. لا طبعا من الذكريات الجميله، يعني ان يعني الواحد لعب في الدوري السويسري 4 سنين. او الكسندر اجين طب يا جماعه كفايه كده، بس عشان المنظر كفايه قوي كده، نطلع نرجع للحديث عشان ايوه، عشان انا تقريبا انا نمره 4 اللي كنت عملت تاكلنج الاولاني ده، فاقفل ايوه نرجع للحديث اوكي طبعا من